الأصالة هي المحافظة على جوهر الأمور باستنادها إلى الأصول والأدلة الشرعية، بالإضافة إلى التمسك بمبادئها الأساسية. الأصالة قد تكون في الطبيعة وفي الوجدان وفي العمق التاريخي وفي الأمثال العامية وفي الثقافة الشعبية وفي الشخصية القومية، فهي مجموعة من القيم والأعراف التي ورثها الشعب عن السلف. وتعني التزام ثقافة الأمة بأصول تشكل بنيتها الداخلية الهيكلية التي يلتف حولها ويرتكز إليها الجسم الثقافي العام. وتتعين هذه الأصول بجملة من المفاهيم المحورية والقيم الأساسية التي تميز ثقافة ما من غيرها من الثقافات. للأجيال دور أساسي في الحفاظ على أصالة شعبه وتاريخه والمحافظة على الهوية الأساسية، حيث أن تربية هذه الأجيال تربية جيدة وترسيخ مبدأ الهوية في نفوسهم تساعد على صناعة المستقبل لأبناء الشعب، والذين يدعون إلى الحداثة والتحضر بعيدا عن الأصل وتاريخ الشعوب، والتي يسعى بعض الأشخاص من خلالها إلى محو التاريخ والتراث. لذلك فإن الشعوب التي تعرف مصلحتها جيدا وتسعى إلى الرقي والتقدم بأبنائها، يسعون دائما لتعليمهم أصول تراثهم وحضارتهم وبناء شخصياتهم على هذا الأساس، عبر التركيز على تدريس التراث والأصالة لأبناء الشعب منذ نعومة أظافرهم. علينا المحافظة على القيم والأعراف التي ورثناها عن السلف، لأن أساس تقدم الأمم هي بالعودة إلى الأصل.